النجاح الأخير خلال السنة أو ممكن نقول سنة كانت لأن تضافرت الجهود وأيضا اجتمعت القلوب، كل القلوب. لما ده حصل كانت النتيجة والنجاح كبير قوي قوي، واللي احنا النهاردة يعني ده مش الاحتفال بس عشان تبقى الأمور واضحة، لكن هو طبعا كان بمناسبة يعني الشهر الكريم اللي موجود اللي احنا موجودين فيه، فكان مهم قوي ان انا اجي لكم واسلم عليكم واوصل لكم تحية وسلام المصريين، وايضا افطر معاكم عشان ده شرف ليا ويسعدني يعني ان انا اكون موجود معاكم النهارده. لكن عايز اقول ان احنا الاحتفال اللي هيتعمل انا اتكلمت عليه قبل كده لكن تفاصيله لسه ما، لكن لازم هيكون في شكل اخر للدولة المصرية في سيناء، شكل آخر لسيناء غير اللي احنا اتعودنا عليه خلال السنين اللي فاتت. احنا اشتغلنا خلال السبع ثمان سنين اللي فاتوا بشكل كبير قوي، مش المهم التكاليف، المهم النتائج. عشان احنا كنا اتكلمنا في الموضوع ده وقلت ان سيناء 60,000 كيلو، يعني مساحة المعمور من مصر دلوقتي. احنا عايشين على كل من اول أسوان لغاية اسكندرية على حوالي 60-70,000 كيلو. فسينا لما نبذل فيها جهد ونشتغل على ان احنا نعمل فيها مشروعات تنمية حقيقية، ده أمر مستحق زي ما قلت مرة قبل كده. واحنا بنتكلم كتير في النقطة ديت، ويمكن الكلام ده بيتعرض برضو بواسطة وسائل الإعلام، لكن ما حدش حاسه، مش الناس مش حاساه وشايفاه بشكل كبير، يعني لانه اتعمل على مدار السبع ثمان سنين، وبالتالي كان كل حاجه بتتعمل بيتم تغطيتها مره ثم، لكن الموضوع على بعضه كده لا، اللي بذل خلال يعني السنين اللي فاتت ضخم جدا، والارقام اللي انفق عليه انفاق كبير قوي. لكن تاني بقول لينا احتفال هنا على ارض سيناء في المكان اللي الدم المصري، كل الدم المصري سواء كان من أبناء القوات المسلحة أو الشرطة أو حتى أجهزة الدولة أو أبناء مش عايز أقول أبناء سيناء، أنا قلت الكلام ده ما ينفعش يتقال تاني، حتى من أبناء شعب مصر اللي في سيناء. خلاص الكلام ده لما نيجي نحتفل بيه يبقى احتفال يليق بالتضحية، لأن هو تفتكروا أن القتال اللي تم ده كان قتال يقل عن أي قتال قامت بيه مصر خلال معارك سابقة. يعني إحنا بنحتفل بأكتوبر، صدقوني اللي اتعمل في الحرب ديت ما يقلش أبداً عن أكتوبر، صدقوني. وأنا مش بقول كده عشان نعظم اللي إحنا عملناه، أنا ما عملناش حاجة، اللي عمل كده أبناء مصر، المواطنين، الأسر اللي قدمت أولادها، في من ضباط وصف وجنود جيش وشرطه، وحتى من ابناء سيناء اللي موجودين نفس الكلام. عايز اقول في الاخر اللي عمل ده مش احنا، ده دم ابنائنا ابناء مصر.